خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الباحث الاقتصادي الكويتي وجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي، أكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون حرص البنك على تشجيع ودعم وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الاقتصادية والمالية. وأقيم الحفل بمبنى البنك المركزي برعاية مبادرة كفاءة وبالتعاون بين المركزي والبنوك الكويتية لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتأهيل الكوادر الشبابية. وقال هارون أن الجائزتين تهدفان إلى تشجيع البحث العلمي والباحثين الكويتيين ليكونوا رافدا مهما في تطوير المؤسسات والأسواق والاقتصاد، مشيرا إلى سعي المركزي لتطوير هذه الجوائز مستقبلا لتكون أكثر تأثيرا وإسهاما في القطاع المصرفي والمالي.